جديد اليوم اخوتي كنتواجدوا في المحبس، جينا لكم باش نصوروا لكم هذه المسيره اللي كبيره. اللي عليكم هو تتبعوا الفيديو من البدايه للنهايه. ما تنساو اخوتي الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك والجرس واللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما. كما كتشوفوا معنا اخوتي الاجواء خاص في المحبس اليوم لحد زوينه بزاف صراحه. بزاف ديال الناس جاوا لهذا المكان باش يديروا المسيره كبيره وغيحتفلوا على الصحراء المغربيه. والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. صراحه غادي نحاولوا نكتشفوا لكم اي حاجه جديده في هذا المكان باش نكون واضح. أحسن حالات الفتاة أجلها، أحسن حالات الفتاة أجلها تواضع للناس وهو رفيع أقبح الشيء أقبح الشيء يرى المرعى نفسه
جمهور شوي بشوي كما كتشوفوا معنا اخوتي مباشرة من المحبس. كما كتشوفوا هاد المسيرة وهاد الحفلة زوينة بزاف صراحة. غادي نكتشف لكم غادي نصور لكم اي حاجة جديدة في هاد المكان. بزاف ديال الناس خصوصا من جهة قلمين نوح ديال قلمين طنطان سجي افني عتبة عمران اي منطقة جاو باش يشاركوا هاد المسيرة اللي كبيرة زوينة بزاف. غادي نحاولوا نبارطاجي معكم اي جديد خاص في هذا المكان. غادي تكتشفوا كل شيء اللي عليكم هو تتبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه. ما تنساو اخوتي كل اول مره تشاهد القناه ديالي تضغطوا على زر الاشتراك وجرس اللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما في الجديد. غير تبعوا هذا الفيديو طوب اخوتي وحق الله ما غاديش تندموا. غير تبعوه من البدايه حتى النهايه. كما كتشوفوا هاد المجموعة حتى هي واقيلة ديال الأحواش. غادي تكتشفوا شي حاجة زوينة شي حاجة طوب باش نكونوا واضحين. صراحة المحبس طوب واعر خاص في الصحراء المغربية والمغرب في صحرائه والصحراء مغرب في مغربية. لا كما كتشوفوا مجموعه ديال الاحواش غادي تقدم احواش ديالها بالطريقه ديالها كننتظروها. والتحيات للساكنين ديال القلميم ديال جهه قلميم حتى هما اللي جاوا داروا واحد المجهود ضربوا بزاف ديال الكيلومترات باش يشاركوا في هذه الحفله وهذه المسيره.
لهنا غندير الواجب ديالها. تحياتي لجهه قلميم، تحياتي للساكنه ديال قلميم، تحياتي للمسؤوليه ديال قلميم، تحياتي للرئيسه ديال جهه قلميم مباركه بعيده، تحياتي لكم كاملين الناس اللي قاموا بالواجب وداروا واحد المجهود باش يديروا هذه المسيره اللي زوينه غادي تبقى في التاريخ. باش نكون واضحين، هذه المسيره وهذا الاحتفال بعد امريكا اعترفت بالصحراء المغربيه والمغرب في الصحراء والصحراء في المغرب ولات التاريخ، دخلنا التاريخ. اول مره في حياتي كنجي للمحبس، الاجواء هنا زوينه بزاف، الاجواء في المستوى، الناس كتحتفل، الناس الله يعمرها دار، الناس ديال هذا المكان زوينين بزاف. غادي نحاولوا نبارطاجيو معكم اي حاجه جديده في هذا المكان. كما كتشوفوا اخوتي بعد المجموعه هنا كاينين بزاف ديال الناس. تحياتي للقبائل كاملين اللي شاركوا في هذه الحفله وفي هذه المسيره، قبائل ديال صحراوة تحياتي لهم كاملين بواحد بواحد. كما تشوفوا بخير هكا سالا غاين درتاش واخا واخا. الناس الناس كتحتفل، اليوم ديالنا اليوم ديال الاحتفال، اليوم ديال النشاط، اليوم ديال المسيرة. الصحفيين هنا بزاف ديال المسؤولين المهم، القضية زوينة في هذا المكان في المحبس. حاولت باش نكتشف لكم الداخل هنا فاش بادي الاحتفال، والمحبس هو هذا خوتي، هذه هي المحبس في الصحراء المغربية. كما كتشوفوا الأجواء هنا، الأجواء في المستوى، المكان ديال الاحتفال هو هذا. اش غادي نقول لكم، زوين بزاف كما كتشوفوا تماما. المكان في المحبس اليوم الحد، جينا هنا باش نضامنوا بعضياتنا ونضامنوا ونحتفلوا بالصحراء ديالنا، الصحراء المغربيه. المهم اش غادي نقول لكم، الالاف ديال البشر اللي جاوا باش يشاركوا في هذه المسيره اللي كبيره عندنا في 2020 خاص في المغرب، على قبل ارضنا، على بلادنا الصحراء المغربيه. كما كتشوفوا نحاول نقرب لكم هاد الحافلات كما كتكتشفوهم كلهم، كل منطقه فين جاو. كاينين صحاب قلميم، كاينين طنطان، كما قلت لكم كل منطقه، باقي ما عرفناش بزاف ديال المناطق خاص في المغرب جاو باش يضمنوا في هاد الحفله، في هاد المسيره اللي كبيره في التاريخ 2020. كما كتشوف صراحة عندي واحد الإحساس أخوتي زوين بزاف صراحة. ملي وصلت المحبس فرحت بزاف، لقيت بزاف ديال الناس، لقيت بزاف ديال المتابعين ديالي كاينين في هذه الحفلة، في هذه المسيرة. واش غادي نقول لكم، الأرض زوينة بزاف، الأجواء هنا زوينة، ما كاينش الحشاش لا والو. كما كتشوفوا حاليا كنتواجدوا في المحبس في الصحراء المغربية، وأول مرة في التاريخ ديالي كنجي لهذ الأرض وكنجي للمحبس، هو شرف لي كبير صراحة والله. باش نكونوا واضحين، سام لاباس عليك بخير الله يحفظك اخويا. كما كتشوفوا باقي كاينين تصريحات ديال الناس، نحاولوا ندخلوا كما كتشوفوا.
هي الأحواج. بارك الله عليهم، هذا يبدع دينهم، خاص أحواج. تحياتي للمتابعين ديالي، صراحة الحمد لله وكل حمد، مشينا لهذا المكان لقيت بزاف ديال المتابعين ديالي، هما كيعرفوني وانا ما كنعرفهم. كما كتشوفوا معنا خوتي حاليا مجموعة ديال الحوايج زوينة بزاف، قاموا بالواجب ديالهم وقاموا بالحفلة ديالهم، صراحة شغادي نقول لكم هادشي واعر بزاف، اكتشفوا بعض اللقطات في هذا المكان في الاتجاه، لا تشرف اسمح لينا. كما قلت لكم اخوتي غادي تكون بزاف ديال الاحتفال هنا ان شاء الله، ما عرفناش المجموعه اللي غادي تهضر هنا تماما. كما كتشوفوا معنا خرجنا من الحفله هنا في البلاصه، كما كتشوفوا بعض الناس بزاف ديال المسلمين هنا، تحياتي لهم. برافو برافو، يا سلام يا سلام، هذه هي المسيره ديال بصح. شوف اخوتي، شوف تبارك الله، الالاف ديال البشر اليوم الحد خاص 2020 في المحبس. تماما كما كتشوفوا، الله يجازيكم بالخير، تعرفوا عنا مزيان بزاف ديال الطريق، خصوصا اللي جاي من بيت الكامل من الفضاء باش نبداو ان شاء الله.